مرحبا بشير. مرحبا مريم، مرحبا بكل مشاهدين. برشا فوت برشا كرة، تحكينا على سيف الدين الخاوي اللي هو في مرمى دينامو زغرب. دينامو زغرب حتى حد ما كانش ممكن ينتظر اللهوة هذية من دينامو زغرب بسيف الدين الخاوي، ولو أنه لعبنا لدول التونسي اللي مش موجود اليوم مع المنتخب الوطني التونسي، قدم موسم محترم جدا في البطولة الفرنسية، سجل 7 أهداف، لعب 34 مباراة على 38 ممكنة مع فريقه كليرمون فوت، وكليرمون ضمن مكانه وبقاؤه في الرابطة الأولى ليغ 1 في فرنسا. اليوم فما اهتمام كبير من دينامو زغرب لبروبابيليتي أنه يتنقل سيف الدين الخاوي للفريق هذايا اللي تصدر البطولة الكرواتية في البطولة الأخيرة، هي تقريبا 70%، وهذا يعتبر رقم كبير. دونك سيف الدين الخاوي نجم نلقاوه الموسم القادم في البطولة الكرواتية وأيضا في الشامبيونز ليغ الأوروبية، بما أنه فريقه كما قلنا تصدر البطولة هذه وتأهل إلى رابطة الأبطال الأوروبية. إن شاء الله نتمنى أن نراه في فريق كبير، وكل اللاعبين الدوليين في فرق كبيرة.